Parfait, j'espère que vous allez bien. Bon, le plat. On va aller comme qu'on est en train de manger. On va faire un petit peu de l'agdat. J'ai quelques idées. Je vais vous montrer un peu de l'huile. Je vais vous شوية في الكحل برضو ملح فلفل الكحل. المهم لي زيبيس اللي عندك اللي حابين تحطوها الكل حطوها. تعم بالكم انا نخدم بالكركمة. الكركمة مليحة بزاف حوايج. وصباح انا هضرت على النحاس صباح البنات المادة ديك اللي عندها النحاس الكركم او فيها ديك النحاس فهمت. المهم فوالا انا واش نحط فهمت هنايا نرحي واحد الحبه تاع الطماطم ونخليها اخوتي دوك نوريك نقليوها مليح هنا في البصله حتى نجي الريحه تاعها هذيك الزينه تاع الاكل. هنا البنات حكمت ان كاروت غطيتها تزيدو تحطوها تقلى مع البصلة سادون ان كو ما قلتلكش كيفاه بلي كي ندير لاصوص تاعي بلا لحم. الفوا قليت كلش مليح في البصل والكاروت لهنايا زودت بزاف بقى وحداه البنات ولا نقصت الكاف. دروك نهز الطماطم على حساب البنات انا درت كعبه وحده نتوما الا كان في عيله ديروا زوج. هكا نص شويه تاع الزيت اذا كان عندك اذا كان عندك نص كعبه جوج كيعطي ديما الذوق. هنايا نص واحد نص كاس تاع ماء هكا ونقص عليها الخضر ونخليها شويه هكا برك خليها تغلي هكا شويه من بعد نطفيها البنات. هبدات إفوا لاصوص طابت حطيتها اكوتي فوالا. درك راني نقلي في الشرايبات تاعي كورجات كل واحد كيفاه يسميها. الكورجات تاعي البنات نقص فيها البيت ولا كيفاهي باش نقولكم ديرولها الملح وديرو الفلفل الكحل باش تجيكم بنينة. يبقى لي شويه بيغسيل هذاك نحطو شويه كامل فوق فوالا البنات. طبق اليوم بلوس دو باغتيس في بلوس دو جام فوالا